بارك إلى هنا كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. إحدى الأخوات سألتني عن أدلة وجود الله، براهين وجود الله. بنصح في هذا الكتاب الدرس الأول كنا نتعلمه النور البهي الجزء الأول، أعتقد أنه منقول عن اللغة الإيطالية، وأول درس فيه هو وجود الله. خلينا أقول أنه هذا الدرس مهم جدا، لأنه مدة 12 سنة منقول للطالب من الروضة للثانوية العامة الله الله الله، الكتاب المقدس الكتاب المقدس الكتاب المقدس. بروح على الجامعة بشوف واحد بدخن غليون، هذاك ينكر حاشا وكلا وجود الله، خلص هذا بمشي معه، لأنه أسسنا كل عقيدتنا كل يقيننا بوجود الله على الكتاب المقدس. طيب إذا في ناس يقول لك أنا عمي ما بآمنش في الكتاب المقدس، أنا بآمنش في الأديان، هل في مجال نخاطب العقل؟ الجواب هو نعم. عشان هيك عندنا أربع أجوبة من العقل السليم، إذا مش خمس أجوبة من العقل السليم قبل ما نفتح الكتاب المقدس اللي بيبدأ وأقرأ المكتوب من عنوانه برشيت برا إلهيم إت هالشماين بإت هارتس، في البدء خلق الله السماوات والأرض. ناش ننسى بدء إنجيل يوحنا إن أرخي إن أولوغوس، في البدء كان. إذا نريد مش إنه إحنا لا نؤمن بالكتاب المقدس، بالعكس، ولكن إحنا بدنا نتوجه أول شيء لأولادنا في بيوتنا وفي مدارسنا. وعشان هيك أنا اقترحت هذا الدرس كيزاد على مناهج التعليم المسيحي ابتداء من صف السابع أو الثامن، وقت ما الطالب يبدأ يتساءل طيب أنتم بتحكون عن الله، هل لله وجود؟ وزي ما قلنا بدنا نتبع هذا الكتاب أو الفكر الموجود في هذا الكتاب. بدنا نرجع للقرن الخامس قبل الميلاد. القرن الخامس قبل الميلاد عاش أرسطو أو أرسطوطاليس، وتوصل إلى الديميورغوس. ديميورغوس يعني الخالق. طبعا أفلاطون اللي كان معلم أرسطو توصل إلى قمة التفكير، ولو كان وثني ولكن سما على الوثنية، وخصوصا في كتابه الوليمة The Banquet اللي أدرك فيه نوعا ما إنه الحب هو صفات الإله، من أهم صفات الإله الحب، وهذا اللي بنلاقيه في رسائل مار يوحنا الله محبة وثيوس استين أغابي. طب هلأ منيجي لا أرسطو. أرسطو رتب الأفكار بخمس طرق، إشي سماه خمس طرق للوصول إلى الإله الديميورغوس، ولكن كان في خلل عند تفكير أرسطو إنه الديميورغوس الخالق من كتر ما هو سامي وعظيم لا يعتني ولا يهتم بالمخلوق، بينما احنا طبعا بنآمن بالعناية الإلهية، إله عظيم كبير خلقنا وبعدين ما بيهتمش فينا، يعني مش حلوة، ما تركبش، يعني ما بينفعش. خلينا نشوف الطرق الخمسة هاي اللي كمان استشهد فيها القديس العبقري توما الأكويني. توما الأكويني فيلسوف كبير. نعم، أول شيء لا وجود أو لا موجود من غير
موجد. يعني إذا هذا الكتاب موجود، إذا الشجر موجود، الأزهار موجودة، الشمس، القمر، هل هي عملت حالها لحالها؟ خصوصا وإنها هي مادة. فالمبدأ الفلسفي أو الفكري الأول، لا مسبب من غير مسبب. الكائنات التي نراها كلها، برضو رجع لها المواضيع الفلاسفة العرب منهم الفارابي وابن رشد، بقول لك كل الكائنات اللي احنا بنشوفها بما فيها الإنسان غير واجبة الوجود. يعني ممكن انها ما تكونش موجودة، او خلينا نقول لا تحوي في ذاتها مصدر وجودها. مش راح تقول لي انه الشجرة عملت حالها لحالها، او الغرسة تبعت الشجرة عملت حالها لحالها، او الشمس عملت حالها لحالها، مع انه كان في بشر يعبدون الكواكب والشمس. اذا الكائنات غير واجبة الوجود تفرض وجود كائن واجب الوجود اللي بنسميه طبعا الله. زي ما بقولوا الكائنات تشبه بسلسلة. مثلا لاحظوا كل الأشياء المعلقة على السطح هون، في نقطة اللي هي نقطة استناد. إذا بنقيم نقطة الاستناد ما بضلش إشي على الجدران. لأنه يعني إذا بنقول هذا الإنسان أجا من هذا الإنسان وهذا من هذا، بدك تضلك تطلع. برضو أعتقد أرسطو رجع للفكرة هاي، كل شيء ينهار إذا ما فيش نقطة ثابتة في الأول. إذا هذا جاي من هذا وهذا جاي من هذا، تعرف البيضة والدجاجة والدجاجة من البيضة. ثانيا، الحركة تتطلب محركا. هلا هذا الكتاب بدنا نتركه هون 100 سنة، إذا ما حدا راح يجي على هالغرفة مدة 100 سنة راح يضل مكانه. ماذا نجد في العالم؟ نجد حركة. في العالم في حركة مستمرة، الكواكب، النجوم، حركة جسم الإنسان، حركة الأشجار، يعني النبات، هذا غير عن حركة المحيطات، بعيد منكم الحيوانات. خلينا ولو للحظات نفكر في حركة الدم بس في جسم الإنسان. هاي عندنا طبيب بدون مؤاخذة. دقات القلب، شو هالموتور هذا، هالمحرك اللي بضله ينبض ينبض ينبض، شو هالسر هذا واحنا نايمين برضه ينبض؟ شو هالدقة في الحركة في جسم الإنسان؟ كل عضو من أعضاء جسم الإنسان عالم بحد ذاته. مش في مطرقة هون جوا الدان؟ كيف بنسمع إحنا في مطرقة؟ شو اسمه اللي اكتشفها سيد زيد أكبر؟ كيف؟ المطرقة والسندان والركاب. أيوة العربي، العظيمات العربي. نعم، يعني كل هالحركة الموجودة في جسم الإنسان حتى وهو نائم، حتى وهو مغمى عليه، حتى وهو تحت عملية جراحية، كل هذا بيقول عن عمل الكبد. كل هذا إشي بسيط. أيوة، كيف عمل الكبد؟ عمل الكبد شو الأنزيمات اللي بتشتغل فيه وشو العمليات اللي بتتم فيه والتحويل، أعقد كثير من عمل القلب وعمل الدهن. الكبد إشي مخي مرعب. يعني خلية من خلايا الكبد بجوز كل مختبرات العالم تشتغل الشغل. خلية واحدة؟ طب قديش فيه جسم الإنسان خلايا؟ إذن الحركة تتطلب
محركا. ثلاثة، النظام. النظام يتطلب عقلا منظما. مش ممكن أنا أمسك أحرف أرميها هيك تطلع كتاب. أساسا إذا عندي حرفين حتى يطلع معنى لها الحرفين في إمكانية بس 50%، وهم حرفين. إذا ثلاث أحرف في إمكانية ثلث، وهكذا. فالنظام الموجود في العالم، طبعا احنا بنقول تشرق الشمس يعني هي الشمس لا تشرق ولا تغرب، ولكن كل هالنظام وهالدورة الموجودة في الكون، ولسه لليوم بيكتشفوا كواكب، نجوم، مجرات، لها أول ما لهاش آخر. كمان هاي ماذا تفرض؟ تفرض عقلا منظما. بدي أزيد برهان رابع، لأنه ممكن الناس يقول لك يا عمي هاي في قوة، أميبا، انفجارات. إذا نرجع للمبدأ اللاتيني، نيمو دات كود نون آبت، لا أحد يعطي ما ليس عنده. مش في الإنسان في عقل؟ إذا مصدر الإنسان لازم يكون في عقل. مش الإنسان في عاطفة؟ يعني مصدر الإنسان لازم يكون في عاطفة. مش ممكن انفجار يعطي عقل، مش ممكن انفجار مادة يعطي عاطفة. يعني ما هو موجود، بنرجع للسبب الأول في الواقع، ما هو موجود في المسبب اللي هو العقل والضمير والإحساس عند الإنسان، يجب أن يكون موجود وين؟ في المسبب. إذا ما فيش، إذا واحد ما معوش مصاري كيف بده يعطيك مصاري؟ إذا واحد ما كيف؟ فاقد الشيء لا يعطيه، الذي لا يملك شيئا لا يستطيع أن يعطيه. طالما في عقل عند الإنسان، إذا في عقل في القوة اللي أوجدت الإنسان. قوة زائد عقل يساوي الله. في إحساس في الإنسان، قوة زائد عقل زائد إحساس هو الله. نأتي إلى البرهان الرابع، الخامس. الرابع هذا أنا ما حسبتوش لأنه يعني مش من أرسطو 100% ولا من القديس توما الأكوين. أعرف رجلا في المسيح. طيب الخامس، وهذا زي ما بقولوا إشي زي ما بتقول فطوم حيص بيص، إشي بطير ضبنات الأعين. دو مؤاخذة أنا بلاش أحكي عليكم، أنتوا جماعة منتازين بالنون. أنا موجود لوحدي بهالغرفة ومبسوط لأنه في الزمنات أنا اللي رممتها. طيب ببحر بشوف هالكمبيوتر، ما مش الكبير هذا الدب، صغير. بطلع فيش حدا هون، اساسا فيش حدا من الهيئه التدريسيه بيجي على هالندوه. انتوا بتتسهلوا من هنا، باجي على هالكمبيوتر الصغير الترانزستور، بحطه بهالجيبه وبدي اطلع. فيش حدا موجود، لا الاخ فادي بصور ولا الاخ ساهر، كلهم راحوا. هل لما انا اخذ هالكمبيوتر الترانزستور هذا بكون مرتاح ولا بطلع يمين وشمال؟ طيب فيش حدا، فيش حدا ولا لا؟ فيش ولا أيها بني آدم شايفني. مع ذلك لما بمد إيدي بطلع يمين شمال، وأنا عارف إنه فيش حدا. أخذت الكمبيوتر
وعارف انه ما حدا شافني ولا حاطين لاتين ولا حاطين كاميرات ولا بلاوي. بلاش يا عمي، بفكر بيني وبين نفسي انا في التخت يعني على السرير قبل ما اغفل، بفكر بقول فلان كذا وكذا، بظلمه في تفكيري، بظلمه في اشي بقول لي انه ايه شنيد اشي انه انت ظلمته وهو مش موجود وانا لحالي في الأوضة، ها فيش حدا جنبي. شو طيب معناه في واحد بزن على راسي، في واحد واقف فوق راسي، شو اسمه هذا؟ الضمير إسينيدسيس. شو هالقوة هاي؟ على فكرة هاي قوة صوتها إمتى بيطلع؟ شوفوا الفيلم، ما بيطلع صوتها لما بعمل منيح، لما بعمل منيح بتقول لي عملت منيح يعطيك العافية يا أبونا ولفها وخلص. إمتى بيطلع صوتها وبتصير بتدور تصيح وتزعق زي ما بقولوا بالمصري، وسيد سيدك ما سكتها؟ لما بغلط ولو بالفكر. ايش بدل هذا؟ انه في كائن دائما معي ومع كل البشرية وبعرف خليكم معنا وبيعرف كل اشي وبيحس بكل اشي، وهذا اسمه الضمير. الضمير هو صوت الله، الضمير هو صوته. هلا في عندنا البرهان السادس او الدليل السادس، هذا لسه غير عن الكتاب المقدس. البرهان السادس والاخير اجماع جميع الشعوب في الماضي والحاضر والبدائية والمتطورة على المعبود. فيش فايدة، فيش عنا ولا شعب في التاريخ إلا آمن بالإله أو بالمعبود. مرات يتصوروا إنه الثور أبيس، مرات يتصوروا إنه إله الموت، مرات يتصوروا إنه إله البحر بوسيدون، مرات يتصوروا إنه إله مدينة أثينا اللي هي الإله أثينا. ولكن اختلفت الأوجه واتفق الفكر البشري على فكرة على إشيين، وهنا أنهي حديثي. الفكر البشري مهما تنوعت القارات الخمسة ولا الستة يمكن يكتشفوا حتى قارات جديدة، متفق على شيئين: وجود معبود أو معبودات، ووجود حياة بعد الموت. فيش فايدة، عمركم ما بتلاقوا شعب إلا عنده تقاليد وعادات التي تفرض إيش؟ رغم صعوبة الموضوع، رغم إننا ما بنشوفه، حياة بعد الموت. وشكرا لإصغائكم.